اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه ل 10 الصبح في الاهلي. بقالنا فتره بنتكلم مع حضراتكم، يمكن كان اخرها امبارح، بنتكلم عن النادي الاهلي وبنتكلم عن منتخبنا، وخصوصا في فتره التوقف الدولي. النهارده ان شاء الله وتحديدا من خلال الفقره دي هنكمل كلامنا في هذه النقاط، وكمان يمكن نعمل ستريس شويه اكتر كمان على الدوريات الاوروبيه، لان الدنيا هناك ولعه بالمعنى الحرفي، وده اللي هنتعرف على كل تفاصيله من خلال ضيفنا العزيز الاستاذ خالد عامر الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا. صباح الفل عليك يا صباح الفل. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ الحمد لله، ربنا الحمد لله. الحمد لله. بونجور بقى. بونجور. احنا بنتقابل كتير يعني هنا وهناك مدينة الانتاج كلها. خالد خليني ابدا معاك نتكلم عن الاهلي وفكره هنا كولر من وجهه نظرك. طبعا صعب ريلي هارد او يعني صعب جدا دلوقتي ان انا احكمه، ويبقى مش من الذكاء ان انا اصلا دلوقتي احكم على كولر ابدا، ولكن في بوادر، في تاكتكس، في تناغم بين اللعيبه بيبان من الاول مع الجهاز الفني او لا، في ماتشين وديين لعبناهم ادائنا فيهم من وجهه نظرك ازاي، وهل ده مؤشر جيد ام لا؟ افريقيا كمان لو هنتكلم عن الاهلي والاتحاد المنستيري، انت بتشوف ده زي المباراه برده في غايه الاهميه، هو كان بينافس على بطوله الدوري التونسي وطبعا الترجي اللي اخذها، لكن لعب برده بشكل محترم جدا. طيب خلينا نقسم السؤال لجزئين. خلينا نبدا بالشق الاول او كولر. كولر تمام. مارسيل كولر المدير الفني السويسري الجديد للنادي الاهلي، مستحيل اقدر احكم عليه حتى بالماتشين الوديين اللي هو لعبهم لحد دلوقتي، حتى المباريات لم تكن مذاعه، فما نقدرش نحكم عليه بشكل فيما يخص التاكتكس وفيما يخص فلسفه اللعب جوه الملعب، ما نقدرش نحكم عليه بشكل كبير. بنبص على السكور ان هو كويس بالظبط كده. السكور بتاع مباراه اسوان بالامس سكور بيدي انديكيشن لطريقه تعامل كولر مع اللعيبه. ليه؟ انت الشوط الاول مخلصه 1-0، كولر طلع ما بين الشوطين وعد اللعيبه بعد ما اداهم المحاضره اللي ما بين الشوطين والتعليمات الجديده، قال لهم اللي هيجيب جون هدي له مكافاه من جيبي. دي طريقه في طريقه من الاثنين، كنت دايما بقول ان المدربين حاجه من الاثنين، يا اما مدرب ستريكت جدا بيعمل مسافه ما بينه وما بين اللعيبه، بس دوت بيتطلب منه ان هو يبقى معاه لعيبه على اعلى مستوى وهو معاهم بقاله فتره طويله، فهم فهموا فلسفته زي مانويل جوزيه مثلا. لسه كنت هقول لك بالظبط، مانويل خوسيه كان بالظبط كده، زي فيريرا في الزمالك، زي النوعيه دي من المدرب، زي روي فيتوريا مع منتخب مصر. وفي النوع الثاني ما بانش قوي، لا بس هو دي شخصيته اللي معروف عنها لما كان بيدرب كل الانديه اللي قبل كده واخرهم النصر السعودي، لان احنا شفناه حتى في المنطقه العربيه طريقته عامله ازاي. هو كده، هو نفس المدرسه، الحزم الشديد والتعامل مع اللاعبين بالشكل الطريقه الاحترافيه اللي انا مدرب وانتوا لعيبه. مش كولر، لا كولر من اول يوم بيقرا لوائح النادي، بيتعرف على اللعيبه، بيقرب منهم، بيهزر معاهم. امبارح بيقول له بيقول لهم اللي هيجيب جول انا هدي له مكافاه من جيبي انا. الشوط الثاني بينزل 2-1 بقى معاه. عرفت ايه؟ انا احب التفاصيل. انا نفسي اعرف المكافاه كام والله. للاسف يعني طبيعه اللعيبه بتاعتنا في مصر بشكل عام يمشي معاهم اكتر انهي اداء من المدراء الفنيين؟ هل الاداء اللي فيه شيء من التجهم والحد على حد تعبيرك، ولا اللي هو فيه شيء من الصحوبيه مع اللعيبه وقريب منهم؟ شيء من الصحوبيه مصحوبه بشيء من الحزم في الاوقات الحاسمه. ميزه مانويل جوزيه ان انت احنا ما كناش نعرف هو بيصاحب اللعيبه، لانه كنت تشوفه في التمرين بيهزر معاهم، تشوفه في الماتشات زي ما احنا كلنا فاكرين مانويل جوزيه شيء مختلف تماما. صحيح. فهو اللعيب المصري لعيب مودي بطبعه، لعيب بيلعب عشان ينبسط، مش عشان يعني هو مش المدرسه الالمانيه، احنا مش المدرسه الالمانيه، احنا ممكن نبقى المدرسه الاسبانيه الهولنديه اللي هم اللعيبه اللي بتنزل، او البرازيليه اللي هم اللعيبه طبعا مع فرق المهارات، مش الكواليتي ولكن المهارات. احنا بننزل عايزين ننبسط، احنا بنمارس كره القدم وهي في الاساس هدفها الامتاع، امتاع نفسي وامتاع الجمهور. واللعيبه المصريه المنتاليتي بتاعها حتى في الشغل العادي، سيبك من الكوره، حتى في الشغل اللي بيعمل حاجه هو بيحبها بتلاقيه بيجيد فيها اكتر. أكيد. وبيبدع فيها اكتر. طب. والانتاج بتاعه بيبقى اعلى بكتير على عكس واحد شغال في حاجه ما بيحبهاش، مضطر يشتغل فيها عشان ده شغله، ولكن في نفس الوقت لو اشتغل في حاجه تانية بيحبها يبقى الانتاج بتاعه اعلى بكتير. لعيبه الكوره كده. انت بتحسها منين او جبت منين الانطباع بتاع ان اللعيبه بتاعتنا بينزلوا ارضيه الملعب عشان عايزين ينبسطوا؟ ما دي لازم يبقى لها اماره، ما عشان هم ينبسطوا معناها ان في امتاع بيتحقق للمتابعين والمشاهدين، صح كده؟ هم انبساطهم مرتبط بمهارات وبكوره حلوه يفرجون عليها. هل ده متحقق في رايك لحد كبير؟
دلوقتي لا مش متحقق، ولكن متحقق قبل كده. لما نيجي نعمل مقارنه هنفهم انا ليه قلت كده. ايام كابتن حسن شحاته، كابتن حسن شحاته نوع من المدربين اللي ما كانش بيدي تعليمات صارمه في الملعب بطرق تحركات او بتمركزات او هو كان بيحدد الوظائف وبيخلي الناس تنزل تنبسط. فهل حد يقدر يقول لي ايام جيل كابتن حسن شحاته حسني عبد ربه كان بيلعب اللي هو بالافكار الجديده بتاعتنا او اللي هي التاكتكس الجديده اللي دخلت في الكوره اللي هي السته والثمانيه والتسعه ونص والعشرة والكلام ده، حد يقدر يقول لي حسني عبد ربه كان بيلعب ايه؟ محمد شوقي كان بيلعب ايه؟ حسن مصطفى كان بيلعب ايه؟ والامثله كثيره جدا جدا جدا. ليه؟ لان هم في الاساس كانوا بينزلوا ينبسطوا، هم لعيبه كواليتي عالي جدا مع مدرب عنده فكر محترم ومش بيفرض عليهم ان انتوا لازم تعملوا واحد زائد واحد، مش زي مانويل جوزيه. مانويل جوزيه فيما يخص المباريات كان حازم جدا، ولكن في تعامله مع اللعيبه كان فريندلي جدا في التدريبات، زي مارسيل كولر. رجوعا الى موضوع مارسيل كولر، فريندلي اكتر، عامل ازاي في الماتشات، عامل ازاي في التاكتكس بتاعه، دي حاجه ما نقدرش نحكم عليها دلوقتي. ولكن عندنا مؤشرات بتقول انه مارسيل كولر هو قائد المنتخب النمسا في الفترة الذهبية بتاعتها، اللي هي ما كانش عمره بيتأهل يورو، ما كانش عمره بيتأهل كاس عالم، ما كانش عمره كان مركز السبعين تقريبا في ترتيب المنتخبات، وقدر يأهله دوري أمم كاس الأمم الأوروبية، مش لمجرد ان هو نظم البطولة، ولكن في البطولة اللي بعدها خاض التصفيات وقدر ان هو يتأهل. فدي بقى درب عدد كبير جدا من الأندية، كولن بوخم، جراس هوبرز، يعني درب عدد من الأندية الأوروبية المعروف عنها ان هي بتؤدي، ان لم تكن بتنافس فعلى الأقل هي بتؤدي بشكل كويس، بتبقى مزعجة بالنسبة للفرق الكبيرة زي كولن زي بوخم. جراس هوبرز خد معاه الدوري، كان بيدرب بازل خد معاه الدوري. فهو في فرق كان بينافس بيها اللي هي الفرق اللي زي الاهلي، اللي زي الزمالك، اللي في انديتها، اللي في سوري في الدوريات بتاعتها اللي بتنافس على اللقب زي بازل، بيقدر ياخد معاهم الدوري. في انديه اخرى دربها هي الليفل بتاعها وسط جدول، بس خلاها فرق قويه، خلاها فرق عندها القدره على ان هي تزعج يعني الفرق الكبيره. هو من الاخر يقدر يطور 100% الكره، وبيقدر يطور اللعب، وبيقدر يطور من مستوى اللعيبه، وده اللي احنا اعتقد في مصر حاليا وفي النادي الاهلي محتاجينه. هو اكتشاف بودالسكي، لما نتكلم عن الاكتشافات اللي اكتشفها، هو اعظم يعني اكتر اكتشاف ريماركبل بالنسبه له ان هو اكتشف بودالسكي. عندنا دلوقتي في الاهلي بنشوف في اجيال جديده طالعه بروميسنج جدا، تالنتس لطيفه نقدر نقول عليها، انا مش عايز يعني احمل الاولاد فوق طاقتهم، سواء في الاهلي او في الزمالك او في الاسماعيلي او في منتخب الاولمبي او منتخب الشباب، ما بحبش احمل الاولاد الصغيرين فوق طاقتهم، فانا مش عايز اقول ان هم نجوم كبار وبتاع، هم بروميسنج تالنت، عندهم كواليتي لطيفه محتاجه تتطور. عندك هنخص بالذكر بس النادي الاهلي، عندك محمد مغربي، عندك محمد اشرف، عندك رأفت خليل، عندك زياد طارق، عندك محمد فخري، عندك احمد سيد غريب اللي مشي ممكن نشوفه في المستقبل بيرجع تاني للنادي الاهلي، عندك عدد من البروميسنج تالنتس اللي في النادي الاهلي اللي محتاجه تتطور. لما تيجي تبص على تشكيلتين الاهلي في المباراه الاولى والمباراه الثانيه، هتلاقي ان المباراه الثانيه مع انها كانت اقوى فرقه بتلعب في الدوري الممتاز، لسه صاعده حديثا، عندها طموحات، جايبه صفقات كويسه، لعب بتشكيل جديد تماما، لعب مصطفى شوبير، لعب عدد كبير جدا من اللعيبه، في توقف دولي وفي لعيبه مع منتخباتها، علي معلول مع المنتخب والكلام ده كله، ولكن في نفس الوقت انت لسه عندك عدد تاني من اللعيبه المصريين اصحاب الخبرات اللي هم المرشحين يبقوا السكواد الاساسي بتاع النادي الاهلي، ما لعبوش، لعب الصف التاني عشان هو عايز يحكم على كل اللعيبه عشان يحط الخطه. وانا عايز اقول برضو ان هو مش محظوظ، كولر مش محظوظ بسبب دربكه الخطط اللي كانت موضوعه من جانب مجلس اداره النادي الاهلي بالسفر الى هولندا، وبعدين السفر الى ابو ظبي، وبعدين كل دوت باظ للاسف الشديد بسبب ظروف خارجه عن الاراده، فتم نقل المعسكر او تم تحديد المعسكر في مصر بمشاركه ماتشات وديه امام فرق مصريه، ولكن طريقه التعامل مع هذه الماتشات الوديه هي الفكره، ان انا ارجع تاني نظام التمرين على فترتين، فتره اليوم الكامل بالظبط كده، ده ما شفناهاش من ايام مانويل جوزيه، ما كانش عملها من ساعه مانويل جوزيه، لا كابتن حسام البدري ولا مستر بيتسو موسيماني ولا
اسمه وسوارش ولا صحيح. ولا اي حد في مصدي. ففكره ان هو يرجع ده تاني هو سوارش اللي لا لحق يوم كامل ولا ربع يوم ولا ربع يوم صحيح. بس هو برده هو ده اللي كان حظه مش ولا بد حظه ما كانش كويس بس فهو عوده مره اخرى لنظام اليوم الكامل عشان نحسس اللعيبه ان احنا ما سافرناش بره ولكن احنا في معسكر ملتزمين تماما. وسمعت اخبار اتمنى ان هي تكون اخبار صح فكره انه ما فيش مكان اللعيبه تقعد فيه ما بين التمرينين. ما فيش فاسيلتي موجوده في النادي الاهلي زي اماكن استراحه زي الحاجات دي كلها. فتم الاتفاق مع احد الفنادق القريبه من فرع الجزيره من النادي الاهلي الجزيره عشان يبقى اللعيبه بتخلص التمرين تطلع تقعد في الاوض بتاعتها كانهم في معسكر حقيقي. فده طريقه تعامل جيده على الرغم من ان احنا خططنا باظت في البدايه بسبب عدم السفر ولكن احنا نقلنا الخطط بشكل يليق بالظروف الحاليه. اتمنى ان هي تسفر عن شيء في النهايه. كويس جدا. وكمان مش هقول هيعلم طبعا لعيبتنا متعلمه وعندها نوع من الاحترافيه أكيد. بشكل كبير لكن ربما هيبقى في مزيد من الانضباط عند اللعيبه بشكل اكبر أكيد. كمان يبقى خلاص في حاجه ستريكت جدا رولز موجوده ما ينفعش ان حد يتخلف عنها وده اللي احنا اعتقد محتاجينه لان دي فتره الاعداد للموسم الجديد اللي بالمناسبه عايزين لما نرجع من الفاصل نشوف ملامحه كده من وجهه نظر خالد برضه هتبقى عامله ازاي لان البعض بيرى ان هي او ربما يكون من المواسم الاستثنائيه بشكل ايجابي جدا لان هيبقى في تنافسيه كبيره صفقات عديده الانديه مختلفه في طموح كبير جدا عند بعض الانديه اللي صعدت كمان فهتلاقي في روح حلوه الفتره اعتقد اللي جايه. فاصل يعني سريع جدا وهنرجع نكمل. اهلا بيكم مره ثانيه. رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في حلقتنا النهارده الاستاذ خالد عامر الناقد الرياضي واللي كنا بندردش معاه في الشويتين اللي فاتوا عن النادي الاهلي. تعالوا بقى نروح للمنتخب يلا ورؤيتك لاختيارات فيتوريا اللي يقدر من خلالها يعمل توليفه مطلوب تواجدها في المنتخب الفتره اللي جايه. حلو. سريعا جدا عشان انا عارف انه الوقت مش هيسمح نستفيد في كل الامور الفنيه اللي ليها علاقه بفيتوريا ورؤيته السابقه. الخطوط العريضه الخطوط العريضه اختيارات موفقه الى حد كبير تعويضا لبعض المراكز اللي كان محتاج ان هو يدعمها. مركز خط الوسط غياب محمد النني النجم الكبير محمد النني لان واحد من المقتنعين محمد النني بشكل مش طبيعي. غياب النجم الكبير محمد النني فكان لازم يضم حد يكون بديل جاهز ينزل في اي وقت يقوم بالادوار التكتيكيه لانه عارفين طبعا خط الوسط مش كل نفس الوظائف. في واحد بيقطع في واحد بيقطع مساحات في واحد بيباصي الكوره في واحد بيبني اللعبه من تحت. فهو كان محتاج حد اللي هو فكره انه يملى المساحات ويباصي الكوره اللي هو ينقل الكوره لنص الملعب المنافس. ضم محمود حماده من فاركو اختيار موفق جدا من وجهه نظري كان ابرز لاعب في مباراه النايجر اللي فاتت. عنده 28 سنه اول مره ينضم للمنتخب يلعب 90 دقيقه بالشكل المميز ده. تقريبا ما فيش ولا كوره خرجت من رجله صح. تمركزاته في الملعب سليمه جدا. حضوره الذهني حتى موجود. الكور اللي محتاج ياخدها من فيرست تاتش او يبصيها من فيرست تاتش كان بيبصيها فيرست تاتش. الكور اللي محتاج يقف عليها عشان يفتح لزمايله مساحات كان بيعمل كده. فاختيار موفق جدا من روي فيتوريا والتوفيق الاكبر ان هو يسيبه ال 90 دقيقه في الملعب. التوليفه اللي بيعملها ان هو النهارده بيسيب الاثنين لعيبه الزمالك نجوم الزمالك الونش وزيزو وبيسيب نجوم منتخب مصر المحترفين محمد صلاح ومصطفى محمد. فده معناه ان احنا مباراه ليبيريا المقبله اللي هي ان شاء الله هتبقى بكره هنشوف وجوه جديده هنشوف استراتيجي جديده بعد ما كنا معتمدين على ان احنا بنلعب على ناحيه صلاح اكتر واللي ما كانتش شغاله بالمناسبه الجبهه اليسرى كانت شغاله اكتر من الجبهه اليمنى. بس هنشوف تكتيك مختلف. فكره الضغط العالي الاستحواذ على الكره في مناطق الخصم دي حاجه احنا ما كناش بنشوفها يعني بقالنا فتره طويله. يعني سياسه صلاح مش هنشوفها الفتره اللي جايه يعني مش هنشوفها بكره على الاقل ان شاء الله. بص انا الفكره اللي عندي اللي من 2017 لحد النهارده سبب اخفاق منتخب مصر في حصد البطولات ان احنا بنلعب على محمد صلاح. محمد صلاح نجم كبير جدا طبيعي ان هو يبقى موجود في المنتخب وطبيعي ان هو يبقى قائد المنتخب وطبيعي ان هو يبقى هو اللي بيقود المنظومه الهجوميه. ولكن لما تعتمد بس على عنصر واحد الفرق اللي قدامك هتحفظك وهتفهم ان ده عنصر خطورتك الوحيد طبعا. لما قفلت عليه انت ما حضرتش بلان بي ما حضرتش اللعيبه لسيناريوهات مختلفه. فلما قفلت على محمد صلاح ما بقاش عندك الحل البديل.
اللي انا بتمناه، مع ان القفل على محمد صلاح ده مكسب لينا ليه؟ لان على الاقل في 2 3 مساحات بالظبط كده. انت لما احنا 11 ب 11، ما هي القواعد كره القدم واحده. هم 11 ب 11 لما تشيل منهم 3 تمسكهم لمحمد صلاح في 7 تانيين فاضيين، فاهم قصدي؟ هي الفكره انه عدم وجود محمد صلاح هيسمح لروي فيتوريا ان هو يشوف الحلول البديله، يشوف البدائل. لما يتقفل على محمد صلاح مع وجوده في الملعب، ما بقولش ان احنا نركب محمد صلاح، مع وجود محمد صلاح في الملعب نشغل جبهه تريزيجيه ازاي، نشغل زيزو من وسط الملعب ازاي. نزول امام عاشور في مباراه المنتخب كان عظيم جدا، اثر بشكل كبير. ممكن نشوف امام عاشور في الفتره اللي جايه. اخر حاجه عايز اقولها بخصوص روي فيتوريا، انه النايجر وليبيريا مش هما المعيارين للحكم على روي فيتوريا. هو اختار اصلا يعني بالظبط كده. يعني احنا كنا سامعين عن سهولة مباراه امام الارجنتين في شهر اكتوبر، وفي لسه مباراه، ما اعرفش مباراه الارجنتين لسه قائمه ولا لا، بس انا عارف ان احنا لسه هنلاعب بلجيكا. مباراه بلجيكا هي اللي هتكون المعيار في الحكم على طريقه فيتوريا او شخصيه فيتوريا، مش النتيجه. يعني احنا ممكن نلعب ماتش حلو قوي ونخسر، ممكن نلعب ماتش وحش قوي ونكسب. اما مش هاممني كل ده، انا هاممني اشوف شخصيه اللعيبه في الملعب. لما يلعبوا لوكاكو، لما يلعبوا دي بروين، لما يلعبوا بهازارد، لما يلعبوا النجوم الكبار دول، شخصيتهم في الملعب هتبقى موجوده ولا هنرجع تاني للعهد القديم ان احنا بندافع بكل قوتنا وبنعتمد على باص الكره لصلاح وربنا يفكها بعد كده؟ فده اللي انا مش عايز اشوفه يعني. لما نشيل الخصم بالظبط كده. بس هقول لك على حاجه برضو، فيتوريا من التصريحات بتاعته لو انت اكيد برضو يعني تتفق معايا، هو كان بيتكلم ان ما تحاسبونيش على الاداء على قد ما النتيجه. وده على فكره فكر برضو عند مديرين فنيين كتير، هو يجي يقول لك انا انتوا عايزين مني نتيجه، انا هديكم النتيجه بس ما تحاسبنيش على طريقه اللعب او الاداء او تعلق لي المشنقه زي ما بيتقال، ان ده بيبقى ضغط زياده او اوفر على اللعيبه. فبتفهم من التصريح ده ايه برضو؟ بصي، هي دي مدرسه حلو، وهي مدرسه بيتسو موسيماني، افضل مدرب جه القلعه الحمراء في الفتره الاخيره بالارقام وبالالقاب. حلو الكلام. ولكن على مستوى الاداء بيرفورمانس وايز ما كانش موجود اصلا. حلو الكلام. يعني في الفتره الاخيره ما لسه كنت عايز اقول في الفتره الاخيره على الاقل، يعني في بدايات 2020 و2021 الفتره اللي ابتدينا نسمع من خلالها مصطلحات من عينه ان المباراه دي تكسب ولا تلعب بالكلام اللطيف ده جدا. بس على فكره انا عايز اقول لك دي نظريه في الكوره، يعني النظريه دي نظريه بايطاليا طول عمرها مطبقاها، المانيا طول عمرها مطبقاها، يعني هي دي نظريه في الكوره. الفكره في الموضوع ان انا ما بقولش ان انا هحكم على روي فيتوريا في مباراه بلجيكا فيما يخص لا اداء ولا نتيجه، لان انا ممكن بعد كده هو يكتشف انه الطريقه الامثل ان احنا نرجع لهيكتور كوبر، واللي هي اللي كانت الطريقه الافضل لينا من 2017 لحد النهارده. صعدنا بها كاس عالم، صعدنا فاينل افريقيا بعد ما كنا محرومين من المشاركه في بطوله كاس امم افريقيا 3 نسخ على التوالي على مدار 7 سنين مش عارفين نروح. رجعنا كوبر في سنه واحده نوصل فاينل باداء لطيف الى حد ما، اداء دفاعي متوازن لطيف الى حد ما، ووصلنا كاس عالم. فهي دي مدرسه. انا الفكره عندي مش لا اداء ولا نتيجه، انا الفكره عندي في الشخصيه. انا هحكم على مباراه بلجيكا مش ان احنا نكسب ولا نخسر، ولا ان احنا نلعب حلو ولا نلعب وحش. انا بتكلم ان احنا نفرض شخصيتنا على المنافس، نبان بالكواليتي الحقيقيه. لان احنا فيما يخص، كنت لسه حتى بتكلم مع احد الاصدقاء بيقول ان احنا ما عندناش الكواليتي، فانا مختلف معاه بشكل كبير جدا. ما عندناش الكواليتي بتاع ايه؟ بتاع لعيبه. الكواليتي بتاع لعيبه منتخب مصر مش حلو، مختلف معاه بشكل. يعني احنا الكواليتي لما نتكلم عن مباراه زي الفل، بس عايزه الترزي دماغي. الله يفتح. والله العظيم طبعا. انا بتكلم على محمد الشناوي، بتكلم على الونش، احمد حجازي، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، لما تتكلم على اكرم توفيق، لما تتكلم على محمد هاني، لما تتكلم على احمد ابو الفتوح، لما تتكلم على نص الملعب حدث ولا حرج، النني، محمود حماده، طارق حامد، دونجا، عمرو السوليه، قطعا عمرو السوليه، قطعا حمدي فتحي. لا احنا عندنا، احنا بس التوظيف، الفلسفه والشخصيه. ان انت تقدر تحط الشخصيه في اللعيبه دي، ان انت مش اقل لا من بلجيكا ولا. يعني احنا على مستوى منتخبات الناشئين كنا بنشوف منتخب مصر بيكسب بانجلترا، بيكسب انجلترا مع كابتن حسن شحاته في 2005، وبيكسب انجلترا في مع كابتن ربيع ياسين في 2012، في 2013 بجيل كهربا واحمد سمير وصالح جمعه وتريزيجيه. تريزيجيه ساعتها حتى جاب جون، بينم عن شخصيه.
لم المدافع وحطها ارتو في البعيده بينهم عن شخصيه. الشخصيه دي ليه؟ ما ده محتاج ندرسه بقى. الشخصيه دي ليه بتتضاءل لحد ما بنوصل للمنتخب الاول عشان نلاقينا ان احنا بنلعب بالمنتخبات الكبيره باعتبار ان هم السوبريوريتي ليهم السوبريوريتي علينا؟ ده انا ما اعرفوش. فاحنا محتاجين نرجع تاني فكره ان احنا اللعيبه الكبيره او المنتخب الاول يبقى عنده نفس شخصيه المنتخبات الكبيره، لان انت ما تقلش عنهم في حاجه، بدليل ان انت عندك واحد من احسن ثلاث لعيبه في العالم معاك في المنتخب، فده معناه انه انت عندك الكواليتي، ناقص لك بس الشخصيه، هي دي الفكره الوحيده. هو ناقصنا شويه حاجات مع الشخصيه بس، يعني عشان الوقت خلينا خلينا نروح لاخر نقطه والكره العالميه. وانا هروح لنقطه واحده مؤرقاني وناس كتيره يعني مش فاهمه، في علامه استفهام، هو ليه ليفربول مستواه مش زي كل مره وزي كل موسم، واول مره يبدا كده برضو بشكل شويه ضعيف، وفي نفس الوقت على الصعيد الثاني ناس متوقعه ان مانشستر يونايتد لا ممكن يكون الموسم ده مختلف تماما بالنسبه لي بعد الاخفاقات اللي كانت في الموسم اللي فات. فتفسر ده ازاي؟ في عجاله. ليفربول مشكلته فنيه بحته، حلو الكلام، مع رحيل ساديو ماني ومع غياب روبرتو فيرمينو او تراجعه بسبب الاصابه وبعدين تراجع مستواه، ومع اصابه تياجو الكانتارا في اول مباراه ليه في الموسم امام فولام، اجبر محمد صلاح ان هو يغير مركزه من المهاجم او من الجناح اللي بيضم جوه المنطقه عشان يبقى مهاجم الى ان هو بقى بيطلع بره المنطقه عشان يبقى البلاي ميكر، مع عدم انسجامه مع داروين نونز ومع لويس دياز. حلو الكلام، ادوارهم مختلفه عن ادوار روبرتو فيرمينو وعن ساديو ماني، فمحمد صلاح ما بقاش عارف ان هو يعمل حلقه الوصل دي، فاضطر ان هو اللي يطلع لبره عشان يبقى البلاي ميكر، لان حتى ما فيش حد من خط الوسط يقدر يوصل الكوره بشكل سهل. وده شفناه رقميا، ان هو في اول خمس جولات كان اكتر لاعب في الدوري الانجليزي صانع فرص على الجون، 21 فرصه خطيره. مع عوده دييجو جوتا للعب مره اخرى كدور 9.5 او صانع لعب في المنطقه الاماميه، ومع عوده تياجو الكانتارا والتعاقد مع ارثر من يوفي، بقى خط الوسط فيه لاعب يقدر يصنع الكوره من نص الملعب، فبقى عندك مركزين لصناعه اللعب، فقدرنا نشوف صلاح تاني بيرجع لمناطق الخطوره ان هو يبقى اقرب للمرمى مش بيطلع لبره. وفي اول مباراه يلعب فيها دييجو جوتا ويعود فيها تياجو الكانتارا شفنا صلاح بيجيب جون، ليه؟ لانه صلاح بدا يقرب تاني من الجون، ما بقاش بيبعد عن الجون عشان هو اللي يصنع الفرص. الفكره انه ليفربول محتاج خمس ست ماتشات ينسجم فيها مع فكره وجود داروين نونيز تحديدا، لانه داروين نونيز فلسفته مختلفه تماما عن يورجن كلوب، لانه يورجن كلوب بيعتمد على المهاجم زي ما كنا بنشوف مروان محسن مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر اللي هو اللي بيطلع لبره عشان يصنع اللعب، زي ما بنشوف مصطفى محمد مع منتخب مصر اللي بيسمح لتريزيجيه ومحمد صلاح ان هم يقطموا على جوه، داروين نونيز لا، داروين نونيز تارجت مان بيلعب جوه الصندوق وبيميل دايما ان هو يتطرف على احد الجنبين، فلما بيتطرف على احد الجنبين بيقفل الجنب ده ما بيسمحش، يعني هو لو راح على الجبهه اليمين بس اللي حضرتك بتتكلم عليه ده قابل للتعديل عشان كده قلت عشان نرجع نشوف ليفربول المعتاد بالظبط كده. 2015 مع انضمام يورجن كلوب كان عنده المشكله دي، كان عنده المشكله انه اللعيبه مش فاهمه فلسفه. 2019 ليفربول بطل اوروبا، محتاجه شويه وقت عشان اللعيبه اللي منضمه حديثا تحديدا يفهموا فلسفته، بس فيما يخص مانشستر كان احنا نفسنا فيهم عشان نطول معاك في الكلام اكتر من كده، لان للاسف الجيات يعني كتير ان شاء الله تطول ونسعد دايما بوجودك معانا خالد. شكرا جزيلا، كنت مبسوط، كتر خيرك، شكرا جزيلا، اشوفك تاني ان شاء الله. هنفاصل سريع جدا وهرجع مع حضراتكم عشان الفقره الطبيه اللي نوهنا عليها في بدايه الحلقه، والنهارده بنتكلم عن مشكله كبيره جدا ومختلفه، علاقه السمنه بالزهايمر. ايه ده؟ ايه ده؟ فعلا؟ بعد الفاصل. جديدة دي، جديدة دي.